مشاهدي شوف تي في تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه وجده. كنتواجدوا مع واحد الشخص اللي وقع له واحد المشكل يعني فيه جلاله في عينيه، ولكن صراحه حكى لنا اغرب قصه يعني رونديفو ديال العام سي بيزار، وزادوا عملوا له ودروا له الدوسي ميديكال ديالو. غادي دابا يحكي لنا المشكل اللي عنده. عمي انت احكي لنا بعدا كي درت مرض. كانت هي واحد الحبه، هذيك الحبه هي اللي خديت منها. الحبه في العين ديالك؟ واه. غير في الطرف. في الطرف ديال العين. وعميت من عيني. عميت من عين ديالك، من بعد مشات مشيت للطبيب ولا شنو؟ مشيت للطبيب، مشيت لمحمد الاخر البوسير، عطاوني عام. عام ديال رونديفو. عام ديال رونديفو، وصبرت فيه وكملته. وعاود سيفطوني لمحمد سليم. عاود لما مشيت تما قبلوا لي كاع الكواطر وقبلوا لي الاخر. شدوا لك كاع الدوسي ديالك؟ كاع الدوسي ديالي ردوه، ما عيطوا شي عيطوا وما عطاوني وقت ونجراو عليا كاع. والورقه نتاع الرونديفو اللي؟ ما كلشي قبلوا. كلشي قبلوا، شكون اللي قبض هذا الشيء هذا؟ قبضه واحد الطبيب ما نعرف. الطبيب هو اللي شد لك؟ هو اللي شد، ولكن ما نعرفش سميته ولا نعرف شي حاجه. عقل عليه في الوجه ديالو؟ وجهه ونعقل عليه. يعني كي مشيت لتما اداره تاع المستشفى قال لك حنا ما عندنا ما نديرو كسير موت. ما نديرو لا طلع والله هو قال. ما ندير لك. شنو نقول؟ ما صرت لا باش نهضر على روحي لا والو. كون غادي ديالي كلشي قبضهم لي دوسي ديالي قبضه. بالرونديفو بكلشي. كلشي قبضه كلشي. يعني مشيت دابا غير باش تفهمنا. انت يا محمد بوسيف عطاوك الرونديفو ياك وصيفطوك للسي اش اي، وكي مشيت للسي اش اي تلاقاك الطبيب. اييه. الطبيب قال لك غتولي لي من هنا لعام. واه. هو اللي قالها لك. لا قال لك ما تخصي لا شهر ولا شهرين ولا عام ولا ما تخصي. ولكن انا وفي هذاك الوفاه العام وما عيطولكش. وما لغاش عليا. انت واش خليت له النمره تاع التليفون ديالك؟ خليت له النمره، خليت له الكواط كلها. وانا درت فيه ثقه. وما اتصل بك ما سوى والو. عليك الامان. ما اتصلش بيا والو عليك الامان. وهي نورمالمون عمي السميه ديالك يكونوا مقيدينها في الاورديناتور عندهم. خلاص تعرف. لا ما طاباوش ما عطاتهمش لاكارت ناسيونال شوفوا عندهم في السيستم. لاكارت ديت الرامي ديت كل شيء عندي. قال لك حتى سميتك في السيستم ما كايناش. ما كايناش كاع. نهائيا. شكون يجبدها؟ هو ما يجبدوها لك من الاداره. ما كانش اللي يجبدها. ولا كاع حتى هذيك تاع يجبدوها لك قال لك ما كانش وصافي. طبعا اللي قال لك اللي جمعها ما نعرف فين مشى تبدل ولا ما نعرف. هما قالوا لي تبدل ولكن الله اعلم. فهمت واه. دابا انت يا عمي فاش خدام؟ خدام على العدسة. ارفع شويه الصوت ديال العسه. واه عساس واش تاع شي ديور ولا؟ ديور على الديور. شحال تخلص في الشهر؟ 120 120000. 1100 درهم. آه. عندك وليدات مزوج؟ عندي مزوج وعندي الاخر عندي ولد عنده 13 عام ولكن كان يقرا وريضه تو ريض. علاش ريضو من القرايه؟ ايوا ريضوه الاساتذه. الاساتذه اللي ريضوه؟ اي. ولا طردوه من المدرسه؟ طردوه. خسر ما كانش يقرا مزيان. الله اعلم. انت ما كنتش تراقب الولد ديالك؟ وانا كان يقول لي بابا راني نقرا ولكن انت قاري شويه ولا؟ ما قاريش حتى. يعني ما قاريش على هذا الشيء ما؟ لا والو ما قاريش حتى. والوالده ديالو قاريه ولا؟ المراه قاريه شويه ولكن ما كانتش متبعه معاه؟ لا. مزيان. بالنسبه للمعيشه ديالكم باش كتاكل باش كتصرف؟ لان عندك الماندا قليله على ما قلت لي. الماندا ما كان قلت لك اللي راه فيا الكريدي بالحال. هي الكريدي. كريدي ومريض ومريض وفيا المصران وفيا الروماطي. السكنة كاري ولا ديالك؟ لا السكنة ديال واحد الشيخ خويا. عطيها لي راني ساكن فيها. يعني شي نهار يقدر يجي يقول لك خرجي من دارك. انا ما عندي ما نقول له هديت الله. شحال عام انت متزوج؟ 13 عام. 13 عام. وكيف وانت 13 عام وانت ما كتخلصش مزيان؟ واش عندك ناس اللي يعاونوك؟ كنت نسلك بها وصافي. غير تسلك غير؟ نسلك بها وصافي. وهاد كورونا كيف فوتو نتوما كورونا؟ فوتها ثما في العسه. العسه. دروك انت واش كطلب من المسؤولين من الناس اللي كيشوفوا فينا باش بغيتهم يعاونوك؟ بغيتهم يعاونوني الا هداهم الله يعاونوني يداوني من عيني. راني مريض من عيني. انت باغي يعني غداوي غير عينيك؟ نداوي غير عيني والرحمه في سيدي ربي. فهمت. ما عرفنا لا نموت ولا نحيا. ما حاولتش تولي تما السي اش اي تقول لهم اودي شوفوا معايا شي حاله بغيت نداويه همتوا لي الدوسي ديالي؟ وليت غير هذه ثلاث ايام. ايوا واش قالوا لك؟ ما قالوا لي ما عندك لا باس الا ما عندكش الكواط الله يعاون. ما قالوكش نوليو نفوتو عليك من جديد ولا؟ لا 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 ما كانش هذيك ما كانش نهائيا. لا ما كانش. عندك الراميط؟ عندي الراميط. علاش ما حاولتش تدخل عند المدير تاع السبيطار ولا؟
انت غير تما في انت فين واش تدخل واش غير في الدخله ديال غير في الاداره قالوا لك هذا الشيء ولا تلاقيت مع الطبيب؟ انا دخلت مع الباب الكبيره وتلاقيت واحد طبيب قال لي هو هو مع الباب الكبيره تلاقيت الطبيب غير في الطريق يتمشى؟ لا تلاقيته هو اللي دخلني لداخل واه قال لي رقم عندك باش غادي تجاوب وانت علاش ما خليتش عندك الوراقي؟ علاش ما خلي لهم الوراقي؟ حتى هما صاحبي انا قري فيه الامان وقلت لك لا والله كاين الوراقي ديالك هادو راه ما تقراش فيهم الامان خلي له فوتوكوبي كان درت لهم غير فوتوكوبي انا فيا النيه وخليتهم مول النيه قال لك مول النيه يربح ايوا ها هو دروك انت وقعت في مشكل يعني ما واش غادي ايوا من هنا اللي خلاص انا ما عندي عوض ما يديروا دير العمليه ديالك وتولي تشوف هذه ها هو دروك خصك تولي تبدا من جديد خصك واش غادي ندير ما عندي ما ندير الله غالب عاوتاني باش يعطوك رونديفو تاع عام عاوتاني خصك واحد 5 سنين اخرى ما نهضروش عليك واش غادي ندير واش كطلب دابا المسؤولين تاعي تاع السبيطار بعدا تاع السي اش اي عاودي انا وكان جبت لي غير كوغ ديالي ندبر بين ماشي عاود ماشي هاك والله خاف وبلا كوغ تطلب منهم يداويوك مثلا الا عيطوا لك قالوا لك اجي سداوا راه النمره ديالك خليناها الفوق الا اتصلوا بك ولا هداهم الله تمشي تداوى ياك شي مشكل وبالنسبه لشي مساعده ماليه من الناس اللي كتشوف فيهم يعني ولا انت بغيتي غير تداوى ما بغيش فلوس؟ ايوا المهم انا شايف عليهم وبغاو يعاونونا الله يخلف عليك ما بغاوش ما نسال واش تبغي تقول للطبيب هذاك الطبيب اللي دار لك الوراقي ديالك الى دابا شافك واش تقول له؟ نقول له صاحبي راك ديت لي الكوغ ديالي وردمتهم تما وما لغيتيش انا عطيتك النمره تاع التليفون وما عيطت عليا علاش؟ يعني خلاك حاصل دروك خلاني حاصل دروك شحال من عام انت مريض بالعين ديالك هكا عامين عامين والله ثلاثة عامين ولا ثلاثة هذاك الشيء مأثر لك على الراس يوجعك راسك يوجعني راسي يقلبي ويوجعوني تضرب لي الراس ولا راسي بحال الضو بحال الضو من جوج جهات دير شي دواء هكا باش يكالمي لك هذاك الشيء ما ندير لا دواء لا والو ما بقيتش ندير حتى قرا فيك شي امراض اخرين فيا الروماتيز وفيا المصران كداوي عليهم حتى هما؟ حتى هما نضرب غير كنينه غير من عند الفرماسيه الكنينه. وما مشيتش للطبيب تشوف؟ 9000 10000 7000 8000 70 درهم 80 درهم؟ ما من الفوق هذه ما نهضروش عليها. شكون اللي كيشري لك هذا الدواء واش نتايا مفلوسات ولا؟ غير من ذوك البركه نشري من هذا الدواء. فهمت. يعني من ذيك البركه تصرف بها وتاكل. صافي نشري من هذا الدواء ونخلص. وقداكم انتوما ثلاثه الوليد. ونخلص الموضوع وكاين الخطرات اللي نجيبوها كاين الخطرات اللي ما يخصهم الحوايج وما نجيبها لهم. وتكمل لك هذه البركه الشهر كتكمل بها؟ ما تكملهاش. يعني يعني تكمل الشهر غير بالكريدي من الحانوت. بالستارتير. فهمت. هي المرات اللي ما تجيب والو ما تجيب والو كاع. خليهم يباتوا بالدواء. واش غندير لهم انا؟ ما ندير لهم. فهمت واه. الله غالب. صافي شكرا الله يحفظك ميرسي. الله يحفظك.